شو هم أهم الأغلاط اللي لازم تتجنبوها في الكاش اند دليفري واللي راح يوفر عليكم حرفياً آلاف الدولارات؟ تعال نشوف. أول إشي هو الكونفيرميشن ريت، لازم تكونوا عارفينه قبل ما تطلبوا أي مخزون من الصين. الكونفيرميشن ريت هو نسبة عدد الناس اللي بأكدوا عليكم على الطلب على التلفون، وهذا الإشي مش أنتوا بتسووه، هذا الإشي في سيرفيس بيسوي لكم إياه مثل لوفتيك سيرفيسز، بيحكوا مع الزبائن بقولوا لهم أنتوا تم الطلب كذا وكذا، هل بدكم هذا المنتج أو لا؟ إذا بأكدوا بكون كل شيء تمام، إذا ما بأكدوا راح يحكي لكم إنه النسبة كذا وكذا من نسبة التأكيدات. عادة النسبة الصحية هو بين 50 إلى 70%، يعني عندكم من 30 إلى 50% كأنه لا، يا إما بيكونوا شافوه بمحل تاني أرخص أو ببطلوا أنه معنيين بالمنتج. تاني إشي، وهذا الإشي بشوفه كتير، بيجوا بيحكوا لي آه يوسفيكو بعد ما بعنا شهر وشهرين لقينا حالنا والله ببروفيت قليل أو لقينا حالنا بمخسر. طيب ما هذا الإشي ضروري أنكم تكونوا عارفين الأرقام تبعونكم، لأنه الشغل تبعكم كله بياخد وقت، والوقت عبارة عن مصاري يا جماعة الخير، فدير بالكم. بدي أفرجيكم إشي اللي ممكن يسهل عليكم عملية الحسبة. هذا الإشي بستعمله أنا مع لوفتي سيرفيس، في عندهم سيميوليتر اللي ممكن يفرجيكم قديش كمية من الأرباح وقديش ممكن تزيد سعر المبيعة على الفيسبوك أو على التيك توك أو whatever اللي بتستعملوه، إنه تضلكم أنتو بمربح. أول إشي منروح على لوفتي كول سيميوليتر، منروح منحط السعودية مثلا، هلأ هون منعبي الأمور، عندنا برودكت كوست خلينا نحكي 7 كلفنا من الصين واصل، عندنا 100 ليد أجتنا، الليد كوست هي $4 عم بتكلفنا بالفيسبوك، كونفيرميشن ريت تبعتنا هي 50% ممكن تكون أعلى، دليفري ريت خلينا نروح على 50% ممكن تكون أعلى كمان، الـ AOV عم ببيعه ب199 ريال اللي هو $53، منحط لون سيميليشن، وهون بقولنا قديش ممكن إنه نربح بالمبيع الوحدة $8، بالمية ممكن نجيب هاي المربح، بالمئتين، بالألف، بالألفين بالضبط ممكن تعطيكم. ممكن تلعبوا هون وتحطوا صار عنا lead cost صارت عنا $10 loan simulation، خلينا نشوف إذا إحنا لساتنا بمربح، لما تصير $10 إحنا صرنا بمخسر، وهذا الإشي كتير ضروري زي ما أنتوا شايفين. الإشي الثالث، إذا بتلاقوا product ناجح جدا وبيكون معطيكم نتائج بتجنن وبتكونوا أنتوا أول ناس دخلتوا على البلد اللي بتبيعوا فيها، تنسوش تسووا له سكيلينج سريع، لأنه بأي لحظة ممكن يشوفوا واحد من الكبار ويبلش يبيع منه ألفات، فما تخلوا هاي اللحظة تيجي. هون كان الجزء الأول من الأغلاط، واستنوني بالجزء الثاني راح يكون فيه كتير معلومات أشارككم فيها من الأغلاط اللي أنا بشوفها من المبتدئين، وتنسوش تسووا المتابعة، وبشوفكم بالفيديو الجاي. سلامات يا جماعة.